عقد نائب وزير الإسكان سيد إسماعيل اجتماعا موسعا مع مسؤولي الوزارة لمتابعة ما تم خلال زيارته وقيادة الوزارة لمدينة الشيخ زايد من توجيهات بخصوص موقف التطور العمراني ومحطة تنقية مياه الشرب بالمدينة. وخلال الاجتماع أكد نائب الوزير ضرورة الحفاظ على الاستثمارات والأصول القائمة ورفع كفاءتها وإدارتها الإدارة السليمة لتعظيم الاستفادة منها.